بدك تعرف أكثر عن القرض الشخصي؟ هينة، بتاخد مبلغ من البنك، بترده على دفعات متساوية شهرية وعلى مدة محدودة وبفايدة تنازلية. شو يعني فايدة تنازلية؟ يعني بتدفع فايدة على المبلغ المتبقي مش على المبلغ الأساسي يلي أخدته. يعني إذا بدك تغير لوك بيتك، أو لما يقرب موسم المدارس، أو حتى إذا بدك تخطط لعرس بنتك، ما قالك غير القرض الشخصي يلي بيساعدك تحقق أهدافك. لتعرف أكثر، زور أقرب فرع لبنك عودي أو اتصل فينا على 1570.